في نبيذة هذه خطوة مهمة على الشامبيونات. خطوة كبيرة هي الخطوة احنا اخترناها. خليني نكون صريح معاك، معناها من بداية الشامبيونات، معناها من بداية الاسبيرانس في الشامبيونات، هذه الخطوة الحمد لله مهمة جدا بعد ماتش الكلوب، بعد انتصار على النادي الافريقي. هذه تأكيد معناها الصحوة ان شاء الله نتاع الترجي الرياضي التونسي، خطوة كبيرة للتيتر ان شاء الله.